أهلا بكم في درس جديد من دورة تصميم وتطوير لعبة الهوكي. بعد أن قمنا في الدرس الماضي بإنشاء الديسك القرص وجعله يتحرك ويتفاعل على طاولة اللعب كما نرى هنا، إذا قمنا بتشغيلها نراها بهذا الشكل. الآن سوف أسعى القيام بتدعيمها فنقوم بإضافة اللاعبين إلى هذه الطاولة. فسوف نبدأ بلاعب أول، نقوم بالذهاب إلى سيتينج وهنا نقوم بإدخال إحداثيات انتجر لكنترول اكس للاعب الأول وكنترول واي للاعب الأول، وبعدها نقوم بتهيئة هذه المتحولات. فمثلا دعوني أقول بالنسبة للكنترول على المحور الأفقي فسوف تساوي القيمة، دعوني أقوم بجعلها في منتصف الطاولة فنقول اير هوكي ويت تقسيم 2، وهنا كنترول واي تساوي بما أنها في القسم السفلي سوف أقوم بجعلها في هذا المكان، لذا سوف نقول هذه الواي سوف تساوي من الاير هوكي من ثم هايت، وبعدها نقوم بطرح قيمة معينة لتكون 200. تمام. بعدها سوف نقوم بالرسم فنقول هنا عند البينت مثلا draw layer 1، مثلا سوف نقوم بتعيين الكلر لنقول set color سوف تساوي اللون الأزرق، سوف نقوم بجعل اللاعبان إحداهما باللون الأزرق والآخر باللون الأحمر، ومن ثم نقول هنا الأوفر وذلك نسبة لهذه الإحداثيات Ctrl X وCtrl Y. وبالنسبة للعرض والارتفاع دعونا نقول 80 و80، نراها بهذا الشكل. تمام. أعتقد بما أن الرسم هي الزاوية اليسارية العلوية لذلك هنا دعونا نقوم بالانزياح وذلك بمقدار نصف حجم هذه الكرة بما أنها 80، إذا نقوم بالانزياح بمقدار 40، وهنا دعونا نقوم بجعل هذه مثلا 150 لنرى. ممتاز، فنراها بهذا الشكل. دعوني أقوم بإحاطتها مثلا بإطار أبيض وذلك لإيضاحها، فنقوم بنسخ هذه ونقول هنا مثلا باللون الأبيض وهنا draw over، فنراها بهذا الشكل. ممتاز. الآن سوف أسعى القيام بتحريكها وجعلها تفاعلية. القيام بذلك إما نقوم باستخدام الفأرة الماوس أو نقوم باستخدام الكيبورد. فعليا يجب علينا القيام باستخدام الكيبورد لأنه إذا كان لدينا أكثر من لاعب فمن الصعب القيام بالتعبير عنهم باستخدام الماوس والفأرة، لذلك من الأنسب أن نقوم باستخدام الكيبورد، ولكن هنا فقط للتجريب وبما أنه لدينا لاعب واحد في هذه الحالة فسوف نقوم باستخدام الماوس، ولكن سوف نقوم لاحقا بتطوير الكيبورد. فنقول هنا ماوس، سوف نقوم باستخدام الموشن وذلك من أجل القيام بالسحب والجر. نقوم بالإمبلمنت وفعليا سوف نقوم باستخدام الدراج، فنقول هنا بالنسبة للقيمة على المحور الأفقي سوف تساوي get x، وقوم بطرح منها منتصف هذه الدائرة والتي هي 40 نصف القطر، ومن ثم بشكل مشابه قم هنا بجلب الواي وأيضا طرح 40 لنرى. طبعا لا ننسى القيام هنا بتفعيلها، فسوف نقول عند setting add mouse motion listener this لنرى. الآن نرى كيف نستطيع القيام بتحريكها. تمام. ولكن فعليا سوف أقوم بجعلها محصورة ضمن هذا القسم، لذا سوف نقول هنا في حال كانت هذه get y أكبر أو تساوي، بما أن القسم السفلي هو إحداثياته هو أكبر من القسم العلوي فنقوم باستخدام أكبر، وهنا نقول مثلا air hockey height تقسيم 2، وطالما نحن موجودون في القسم السفلي فلا مانع من القيام بالتحرك. تمام. لنرى، فنرى هنا كيف نستطيع فقط القيام بالتحرك في هذا المكان، وأستطيع أيضا القيام بإضافة بعض الشروط والإحداثيات على المحاور الأفقية. فنقول هنا فعليا ينبغي أن تكون الإحداثيات على المحور الأفقي ضمن مجال اللعب وضمن هذه الطاولة، أي ينبغي أن تكون أكبر، لو نقوم هنا بكتابة هذه التعليمات، ينبغي أن تكون أكبر أو تساوي مثلا 10، وفي نفس الوقت ينبغي أن تكون مثلا أصغر أو تساوي العرض الأساسي الخاص بالطاولة،
فنقول اير هوكي ويت، وهنا نقوم بطرح قيمة القطر الخاص بهذا اللاعب بما أن الرسم يبدأ من عند اليسار، وهنا القيمة 80 ونقوم بإضافة المارجن 10 تصبح 90 بهذا الشكل لنرى. الآن نرى كيف أن الحدود تكون بهذا الشكل. دعوني أقوم هنا بزيادة المارجن في هذا المكان لنقول مثلا 50، تمام إلى حد ما لا بأس بها. ونستطيع أيضا القيام بإضافة شرط وذلك للحد من الذهاب خارج الطاولة، ولكن الفكرة الأساسية أصبحت واضحة، هذا إذا أردنا القيام باستخدام الماوس. ولكن إذا أردنا مثلا القيام باستخدام الكيبورد، دعوني هنا أقول مثلا add key listener، ومن ثم نقوم بوراثة الابستراكت ميثودز. وفعليا الميثود التي سوف أقوم بالاعتماد عليها هي الابريست هنا، فسوف نقول في حال مثلا get key code كان مساويا للكي ايفنت، وهنا مثلا قمنا بالضغط على left فسوف أقوم بالانزياح نحو اليسار. بالنسبة للاعب الأول سوف أقوم بالاعتماد على الأسهم، وبالنسبة للاعب الثاني سوف نقوم بالاعتماد على الأزرار والتي هي الـ WSAD. فهنا سوف نقول مثلا في حال، أو دعوني أقوم بضغط الشرط في نفس المكان، وأيضا إذا كانت قيمة الأحداثيات مثلا Ctrl X كانت أكبر أو تساوي 10، ففي هذه الحالة قم بالتعديل عليها وقم مثلا بجعلها ناقص تساوي 25 لنرى. إذا قلنا هنا لا تنسى القيام بالتفعيل وقلنا add key listener this لنرى، إذا قلنا بالضغط على الزر اليساري أعتقد علينا القيام بجعلها focus، فسوف نقول set focus set focusable يساوي true لنرى، إذا قلنا بالضغط على الزر اليساري نراها بهذا الشكل تمام. أما إذا أردنا مثلا القيام بإزاحتها نحو الجهة اليمينية فهنا سوف نقول في حال كانت مساوية هي الرايت وكانت هذه الأكس من الإير هوكي مثلا وي ناقص 90، فهنا قم بجمع إليها القيمة 25 لنرى تمام بهذا الشكل ممتاز. وأيضا نستطيع القيام بالتحكم نحو الأعلى ونحو الأسفل، فهنا مثلا إذا قمنا بالضغط على up وكانت القيمة الخاصة بالواي أكبر أو تساوي مثلا من الـ height تقسيم 2 فأنا موجود في القسم السفلي، فهنا قم بالرفع وذلك بطرح هذه القيمة على المحور الشاقولي. أما إذا قمنا بالضغط على down وهنا كان هذا المحور الشاقولي أصغر أو يساوي الهايت الأساسي ناقص قيمة معينة لتكون 150 موافقة لهذه القيمة التي قمنا بتعريفها في القيمة الافتراضية لهذه الأحداثيات، فهنا قم مثلا بالإضافة على هذا المحور الشاقول لنرى. فالآن أعتقد إذا قمنا بالضغط على up down وقمنا بالذهاب نحو اليمين ونحو اليسار فلا مشكلة ممتاز، ونستطيع القيام بالتحكم كيفما نشاء. إذن بهذا الشكل نستطيع القيام بتعريف اللاعبين ونستطيع القيام بزيادة التفاعل على مستوى اللعبة، وسوف نرى في الدرس القادم كيف نستطيع القيام بشكل مشابه بإضافة اللاعب الثاني. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.